والآن نتحول إلى أهم أنباء الطقس في نشرة التاسعة. مرة أخرى مع الزميل مصطفى بيزار. شكرا من جديد ياسر عبد الستار وشكرا ريهام الدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الوقفة الثالثة والأخيرة نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة وأحوال الطقس المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية أيضا. شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26، يكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 32-24 يكون الجو فيها أيضا حار. في مطروح 31-24 يكون الجو أيضا فيها حار. في بورسعيد 33-26 يكون حار. في الإسماعيلية 36-24 ويكون الجو فيها أيضا حر. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 36 والصغرى 24 يكون الجو فيها حر. العريش 33-24 يكون الجو أيضا حار. في طابة 38-27 يكون الجو أيضا حار. في شرم الشيخ 41-29 يكون حار. في الغردقة 40-26 ويكون الجو فيها أيضا حر. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 42 درجة مئوية والصغرى 28 ويكون الجو فيها شديد الحرارة. في أسوان كذلك 43-29 أيضا الجو شديد الحرارة. في الوادي الجديد 43-26 أيضا شديد الحرارة. في شلاتين 38 والصغرى 29 يكون الجو فيها حار. في حلايب 34-26 ويكون الجو فيها حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.